بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقابلة كانت قوية بصراحة، كانت قوية. لعبنا ضد فريق منظم، فريق قوي، فريق كبير عالمي فعلا، عالمي بكل شيء بمعنى الكلمة. كنظن على أن أنا نورمال ما كنهضرش في التحكيم، ولكن هادشي اللي شفنا اليوم زعما الصراحة ما كيشرفش التحكيم المغربي. عندنا خامات كبار ديال التحكيم، والرجاء ما محتاجاش كاع الحكام، والله ما محتاج الحكام. انا شفتها، شفت المباراه ديال بركان في بركان، وشفت قبل منها في التيران. الصراحه ما محتاجاش الرجاء، ما محتاجاش كاع الحكام للاسف. لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتضغطوا على زر الجرس. شكرا.